بسم الله، الحمد لله، الثناء لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن شعبك الصومالي هذا ومدى الصومالي هذا حارنا ما أنت إن الله وذاقنه هول قلع الصب وعيدا كحوق الدلك الصومالي هذا يحوق كعذون كشعبك الصومالي هذا يفليين شلي حلي يمانتي قبل كقول جدود وحاش لك قبل وضيع هول قلع حوقا وما رمها الودي يرجروبي وحنا عيدا مدى حوق الدلك الصومالي جرهم عطبي هذا الدنب يحوق كعذون ك شعبك الصومالي هذا اللي وريجن دجانا دان تلوين كان يدجموين كان أيضا كم الدهر ساعة كهرباء واحد اللي وريجن دجان كوبحه وآه مقاله وين وبلارن وإلى حاله هالقلب كسر عدي ومين البارس اللي جوه ذي عدو جانا لكن مركه ربنا عنك مقاله الوسو كبير شل حاله يتسق ذي دهه أيضا ك يعطب يده هو بيسنة كعذون كشعبك واحد اللي وريجن تولد اللي هذا ورحاله واسل ايدون الدقان كاسا شلي قلبتي شنتي قلب النمو وحي لو ريقين ورق بالله وطوله يدقانه يعيلال داتكو عادو دقيه شلي تدهور كي لبادي الدهور النمو وحي لو ريقين ولدو ماله ورقو ماله ودقانه طوله او عالبيود يله او داتكو اي دقيهين isla shalayna al qaraf wa ayaduna tuulayar ah ay la wareegay dulkaas aan ii sheegaya wuxuu u dhaxeeya wuxuu dhamaantis waa gobolka galguduud ee dowlad galmudugka aan galmudug wuxuu u dhaxeeya albur guraal iyo tuulada bukur ee ka tirsan degmada maxaas ee gobolka hiiraan ugu yaraan waa 250 kilometer oo dhinac kasta ah oo deegaan ballaaran oo tuulooyin ceelal laga cabo waro iyo dhul daaqsimeed bale iyo beeraley dhul beerada ciidanku howlgalkaas uu shalayto sameeyay waxay khasaare ah oo dambe dib aan kaga soo sheegi doonaa laakiin hadda waxaan ii soo hormarinay in guulahaas faraha badan la gaaray